بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في لقاء جديد من برنامج أيامنا الحلوة. يسعدني أني أستضيف الأستاذة نغم نزيه للمرة الثانية علشان نتكلم على مشاكل الشعر. كنا باختصار كده الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أهم مشاكل الشعر اللي بنعاني منها وطرق العناية بالشعر والروتين اليومي. خليني أستعرض معاك يا نغم كده أهم الطرق اللي نقدر نهتم بيها في شعرنا اللي هو الروتين اليومي اللي احنا بنستخدمه. اوكي، ازيك الاول؟ ازيك يا نغم، شرفتيني. تسلمي يا رب. بصي، هو في كام حاجه كده بيبقى يفضل ان احنا نمشي عليهم علشان خاطر شعرنا يبقى مرتاح ويبقى كويس ونحاول نوصل لشعر هيلثي. اوكي، اولا طبعا الصبغات والكالرينج والكلام ده يعني ما نعملوش على مراحل كتير، يعني ما ينفعش كل اسبوعين ابقى بغير لون شعري. تاني حاجة الروتين بقى عامة، ألم ضفاير جامد، وده طبعا يعني حاجة يعني معروفة عننا ان احنا كمصريين هتلاقي عاملة الكحكة ورا بعد الشاور على طول وهو مبلول. فدي حاجة طبعا كومبليتلي غلط، ما ينفعش خالص نعمل كده. فعشان نلم اصلا شعر وهو مبلول، الشعر لازم يتساب ويتنفس. لو انا شعري بيهيش، لو اي حاجه، ممكن استخدم له سيرم معين مثلا بالارجان بالجوجوبا اويل، هيهدي الهيشان بتاعه ويهدي شكل التقصيف ويخلي اللوك بتاعه كويس. طيب انت كنتي قلتي يا نغم المره اللي فاتت امتى استخدم الزيت وامتى استخدم الكريم؟ اوكي، هما الاثنين البنفيتس بتاعتهم مختلفه تماما، ده الحاجه وده الحاجه. الزيت عامه بيبقى معمول علشان خاطر يغذي الشعر ويقلل التساقط بتاع الشعر، في منه بيغمق وفي منه مش بيغمق، بس احنا هنتكلم ان الـ يعني البنفيت الاساسي منه، الفايده الاساسيه منه ان هو بيغذي الشعر. اوكي، انا عايزه اغذي ايه في شعري؟ البذور بتاعه شعري. فالمفروض الاويل ده بيتعمل مثلا مره في الاسبوع على الروتس بتاعه الشعر، يتعمل مساج للروتس. اوكي، ويتساب من اتليست ساعتين وبعدين يتغسل. اوكي، حمام الكريم بقى هو مفيد عشان بيرطب الشعر، فالمفروض ان هو يتحط على باقي الشعر كله علشان يساعد الشعر ان هو يبقى رطب وطري. ده لاي انواع الشعر؟ يعني انا سواء الزيت مثلا او الكريم، لاي انواع الشعر؟ يعني في مثلا انواع الشعر، في شعر دهني، في شعر جاف، في شعر عادي، امتى اقدر اقول لا انا هستخدم زيت مثلا او مش هقدر استخدمه؟ يعني شعر دهني متهيألي اقدر استخدم فيه الزيت؟ الشعر الدهني بيفرز الزيوت بتاعته اسرع كتير من الشعر الجاف، فهو اوريدي هتلاقي مثلا في خلال يومين الشعر اصلا افرز زيوت تانية يعني. بس مش معناها برضو ان هو ما بيقعش، هو ممكن جدا يبقى شعر دهني وبيفرز زيوت كتير جدا بس برضو بيقع كتغذية. يعني احنا أيوة. في الحالة دي انا بحط كتغذية وبتعامل مع، ممكن طيب نقلل بقى، يعني بدل مثلا ما يتعمل مرة في الاسبوع يتعمل مرة كل 10 ايام. لو الشعر جاف بيتعمل مرتين في الاسبوع مثلا، لو الدهني نطول المدة شوية. بس حمام الكريم ما فيش غنى عنه في اي نوع شعر. طيب حمام الكريم زي ما انت بتقولي لاي نوع شعر صح، بيختلف مثلا انواع الكريم مثلا المستخدمه، ولا يعني هل بستخدم منتج مثلا بيتباع في الصيدليه مثلا، ولا ممكن اعمل حمام كريم من الحاجات المنتجات الطبيعيه اللي موجوده في البيت؟ لا ومن ده، ويفضل نشتغل على الاثنين، لان الميه بتاعتنا فيها كلور، فيها يعني حاجات كتير بتنشف اصلا الشعر من غير حاجه. فالمفروض ان احنا نبقى عادة متعودين ان في الروتين بتاعنا كل 10 ايام، كل اسبوعين بنعمل ماسك طبيعي في البيت، ممكن يبقى بالمايونيز، بالموز، بالعسل، لأي انواع الشعر بيمشي 90% لانواع الشعر. بلس بقى كده كده بعد الشامبو لازم كونديشننج هير ماسك، يا اما كونديشنر ديب كونديشننج حلو جدا. كونديشنر من الصيدلية، المنتجات العادية اللي بتتباع في السوق يعني. بالزبط. بيغني عن الكريم حمام الكريم زيه زي البلسم، بس حمام الكريم اوقات بيبقى اقوى شويه من البلسم. بس ضروري نستخدم حاجه من الاثنين، لان انا بقابل ناس كتير جدا ما بتستخدمش ولا ده ولا ده، بتعتمد على الشامبو وخلاص. انا عنديش وقت، بالظبط دقيقتين بس، دقيقتين نحط حمام كريم. بالظبط. طيب في السوق نوع من انواع البلسم اللي هو بتحطيه وما يتشطفش، ده تاثيره ايه على الشعر؟ لما بيبقاش بيمشي مع كل الشعر مبدئيا، ان هو بيعمل كمان عازل عن الشعرايه. حتى لما بيجي لنا بعد كده حد ان هو بيبقى حاطط متعود ان هو بيحط كريمات اللي هي ما بتتشطفش دي، بلاقي الشعر خفيف شويه وبلاقي في كفر على الشعر ما بتوصلوش قوي الحاجات اللي انا ببقى عايزه اعملها له. فما بتبقاش انسب حاجه، يعني حتى لو حد عايز يعمل حاجه زي دي ما يعملهاش، ما يبقاش الروتين بتاعه ان هو بيعمل كده.
اوكي. طيب نغم، انت كنتي قلتي برضو من ضمن النصايح المهمه جدا في موضوع الصباغه، صبغه الشعر، ان انا ما اكترش من الصبغه. الفتره المثاليه ما بين كل صبغه والتانيه ايه؟ يعني اتليست 6 شهور. 6 شهور. طيب لو حد مثلا عايز يلعب، عايز يلعب بالنسبه للروتس اللي هي بتطلع بسرعه ديت، لو حد عايز يداري الشعر الابيض مثلا، هي اكتر مشكله للصبغه بتاعت الروتس ان هي بتقفل بصيلات من الشعر، فمع الوقت لو انا متعوده ان انا كل مره بصبغ، لو انا شعري مثلا 100% كل مره هتقفل لي 5% من الجذور، 5% 5% على ما اكبر هيكون اصلا بقى متبقي لي شويه شعر قليلين جدا. طب تعالجي المشكله دي ازاي؟ يعني لان بعد ما الشعر بيطول بيبقى فرق اللون شكله مش ظريف يعني. عشان كده في اجدد اللوكس الموجوده اللي هي الستايل بتاع البلاياج او الامبري بيبقى فاتح من تحت من بعد الروتس. عشان حتى الروتس بتاعتك لما تطول ما يبقاش في فرق اكستريم بين اللونين. بس هي دي مش اي حد يقدر يعملها يعني، انا عارفه الصبغه دي بس هي جريئه شويه يعني. هو دايما اللي بيفكر يبقى عامل شعر وبيبقى متعود على لون معين بيبقى حابب ان هو يكمل مثلا باللون ده، غير لما يكون حد حابب يعمل حاجه مختلفه شويه مختلف. يعني هنضطر للاسف نصبغ كل شويه، بس يعني نبقى فاهمين ان ده اكيد مضر للشعر. طيب قولي لي يا نغم، احدث صبغات 2021، الالوان اللي هي درجه او الالوان اللي هي نازله ترندي السنه دي. اوكي. في اكتر من حاجه، في الروز براون ده نازل موضه جدا جدا، هو بين يعني اكنه نحاسي كده شويه بين الروز وبين البراون. اوكي. في الباستيل كولرز بقى اللي هو الروزي الفاتح، البيستاج الفاتح، الدرجات دي كلها نازله موضه جدا، بس دي يعني احب اوضح ما تنفعش كل الشعور لانها بتحتاج تفتيح اكستريم يعني. انا لسه كنت هسالك، هل وبرده هل بتمشي مع اي بشره؟ لا ما بتمشيش برضو طبعا مع اي بشره، وبتبقى محتاجه ميك اب معين وستايل معين وفتله شعر معينه، فاهمه؟ طيب اللي بتجيلك تقولك انا عايزه اللون ده وانت شايفه ان هي لا بتمشي مع بشرتها ولا بتمشي مع طبيعه شعرها، بتتعاملي ازاي مع الموضوع؟ بصي بحاول اوجه قد ما بقدر، بس برضو في الاول والاخر انت بتعملي للكلاينت حابب ان هو ياخده يعني. بس انت بتنصحي يعني ان هي كمان الالوان دي بتحتاج عنايه كتيره جدا بعد ما بتتعمل، يعني ليها بقى روتين تانية هتشتغلي عليه في البيت يعني. زي ايه مثلا؟ زي ايه يعني؟ لو حد عامل الصبغه مثلا فاتحه، هنقول فاتحه مثلا، هل اللون بيتغير مع الوقت؟ العنايه اللي هي المفروض تستخدمها عشان تحافظ على انه اللون يفضل اكبر فتره ممكنه ايه؟ اوكي. يعني مثلا من الالوان الموضه جدا البيربل سيلفر اللي هو فضي فاتح جدا، وبس الضي بتاعه الشيد كله قالب على بيربل، ده يعني في خلال شهر هيكون اللون نزل ورجع للون التفتيح تاني اللي هو بيبقى مصفر شويه، فلازم هي تبقى عندها في البيت بيربل شامبو، كل ما اللون ينزل هي تستخدم له بيربل شامبو عشان يرجع اللون تاني. ده للصبغه دي بالذات يعني؟ ده لاي بقى سيلفر، فاهمه؟ لاي سيلفر اي جراي لازم تبقى بتستخدمه، لان هو من اكتر الالوان اللي بتنزل في خلال شهر بيكون نزل من الشعر. اوكي. بلس بقى ان هي بعد البيربل شامبو هتحتاج حاجه ديب كونديشننج عالي جدا، لان البيربل شامبو بينشف جدا. اوكي. فهي هتقعد بقى في بروسس ثانيه هتشتغل فيها في البيت عشان تصلح اللي حصل في الشعر. طيب الشعر الغامق، طبيعه الشعر الغامقه، لو انا حبيت ان انا افتحه لون بعيد تماما، هل ده بيهلك الشعرايه؟ اكيد. بيأثر في ايه في الشعرايه؟ هو بيكسر في البوندز بتاعه الشعرايه، يعني لان انا بطلع مثلا لو درجه الشعر 2 وعايزه افتح حاجه مثلا، انا بطلع ل 10 او 11، فاحنا المفروض ان الماكسيمم اللي يبقى اقل يعني ضرر للشعر ان انا اطلع لدرجه 7 درجات مثلا اخري. يعني اللي هي من الدرجه بتاعت الشعر بتاعي. بس من 2 ل 11 دي بتاعت 9 درجات كتير. تقريبا بيكون الشعر فعلا يعني فعلا تعب. طيب لو عايزه خلاص يعني هي تهورت وعملت الدرجه الفاتحه جدا وندمت عليها وعايزه تبدا بقى تعالج الضرر اللي حصل في الشعر بتاعها، تعمل ايه؟ هتشتغل طبعا يعني في برودكتس معينه موجوده ويعني مستورده، وانا مش حابه اقول الاسم يعني عشان تقريبا مش هينفع، بس هي في برودكتس ممكن هي تستخدمها في البيت او تعمل حاجه اسمها ترميم في البيوتي سنتر، يرجع لها شويه واحده واحده، تعمل فيلر بس معالج ما يكونش فيه اي فرد، برضو يرجع لها الشعر يبقى هيلثي شويه اكتر، بس في مراحل لو وصلنا لها ما بينفعش وقتها خلاص نعمل اي حاجه.
هي لا قدر الله ان حد يفتح لدرجه ان الشعرايه تتحرق. يعني دي يعني نغم مثلا الموضوع ده ملوش علاج حتى ولو تدخل مثلا طبي مثلا ان هي تاخد فيتامين ان هي تعمل جلسات مثلا لو اتحرق؟ لا. طب ده بيأثر ده الشعرايه، لكن هو بيأثر على البصيله بتاعت الشعر. يعني لو قلنا خلاص هي الشعرايه اتدمرت واضطرينا ان احنا نقصه، الجذور بقى الشعر الجديد اللي طالع هيكون متأثر بالدمج اللي حصل دون ولا هيكون ايه؟ لو بليتشنج باودر جه لحد الروتس واتساب لحد ما الشعرايه اتحرقت يبقى اكيد هيأثر على الشعر اللي طالع. لكن لو هو كان من بعد الروتس ويا دوب انا قصيت الحاجات اللي باظت مني تحت خلاص مش هيحصل حاجه للروتس. طيب انت تفضلي طبعا الحاجات دي تتم في الصالون على ايد متخصصين باجهزه معينه احسن، ولا مثلا لو هي تقدر تعمل في البيت تعالج ما يمكن معالجته؟ يعني ممكن نمشي بارلل، هي تعمل في البيت تساعدنا واحنا نعمل في السنتر نساعدها. في عندك انت بتستخدمي في الوقت ده بقى الحاجات اللي هي المنتجات اللي انت بتقولي عليها اللي بتبداي بتعملي بيها ترميم للشعر بياخد وقت قد ايه؟ الترميم السيشن بتاخد على السيشن ولا على لا على الفتره الزمنيه اللي تقدر ترجع بيها شعرها هيلثي زي ما كان حسب حاله الشعر. حسب حاله الشعر يعني. بس طبعا بروسس يعني ما بتبقاش حاجه في يوم وليله بتتعمل، وهي تحتاج تساعدني برضو في البيت. يعني ما ينفعش احنا في الصالون بنحاول نعمل حاجات ترطب الشعر وهي في البيت بتحاول تعمل حاجات تنشف الشعر. فاهمه؟ لازم نمشي بارلل مع بعض عشان نوصل في الاخر ان الشعر يرجع كويس، يرجع طبيعي. طيب المشكله العامه اللي تقريبا معظم الستات بيشتكوا منها وخصوصا الست اللي هي بتبقى حصل حمل وحصل ولاده متكرره، هو ان الشعر بيبقى خفيف جدا وبيحصل له تساقط سريع. بغض النظر عن ان هي لازم تكشف طبي، احنا يعني لازم الاول نشوف داخليا في ايه. ايه النصيحه اللي تقدري تنصحيها لها بحيث ان هي تتعامل مع شعرها الفتله الضعيفه بتاعه الشعر ده او خفه الشعر؟ مبدئيا نبعد شويه عن الصبغات. اوكي، نريح الشعر خالص. نريح الشعر شويه، نعمل له سيشن اويلز يعني مره في الاسبوع مثلا نعمل سيشن اويل. ان الاويل مثلا زيت اللي هو زي ما قلت المره اللي فاتت بذر القرع العسلي، ده من اكتر الحاجات الخفيفه جدا، يعني مش هتحس ان في زيت موجود على شعرها. في نفس الوقت هو بيساعد على الانبات جدا وبيقلل تساقط الشعر. فممكن نستخدم زيوت تمشي على شعرنا ترجع لنا شعرنا يعني ينمو تاني، اللي بيقع يبتدي يقل تساقط. احنا كمان في ناس حتى غير الحمل بيعانوا من انيميا كتير، وانا كنت واحده منهم، بس الحمد لله اني قعدت اعمل حاجات عشان نرجع شويه شعر تاني. تسلم يا رب. فلازم انا ابقى في البيت بعمل حاجات عشان خاطر تخلي الشعر يتعالج. بس ما ينفعش يبقى انا مثلا شعري خفيف جدا وابقى ببوظه زياده، المه وهو مبلول، اغسله بميه سخنه جدا مثلا. المفروض الميه الفاتره انسب حاجه، المفروض اكل حاجات برضو تساعد ان شعري ريفلكشن لجسمي. فانا لو جسمي ضعيف وما باكلش اكل كويس شعري هيتاثر. طيب في الحالات دي تنصحي بقص الشعر؟ يعني الشعر الخفيف قوي ده تنصحي ان الشعر يتقص؟ لو هو يعني في ممكن حد يبقى شعره طويل جدا وقد كده نازل على هوا ملوش اي شكل، ساعتها بتبقى عايزه تتمسك بالموضوع بالطول. انا عايزه طويل. انا عايزه طويل. بتعملي بيه بلم وكحكه. فلا طبعا بيبقى الانسب ان انا لو الشعر انا خلاص مش بعمل بيه دلوقتي حاجه ومش عارفه اشوف له شكل، اقصه طبعا. اقصه. بنبقى مستعجلين ان احنا نشوف نتيجه. يعني هي بتعمل جلسه او بتعمل حمام زيت مثلا، انا شعري لسه ما رجعش زي أنا الاول. عملته مره وما حسيتش بفرق. الفتره الزمنيه اللي الشعر بيبدا يرجع يستعيد طبيعته تاني او يرجع يبقى في صورته الكويسه الصحيه بتاخد وقت قد ايه؟ يعني على الاقل 3 شهور. 3 شهور لازم 3 شهور اتليست اداوم علشان ابتدي اشوف نتيجه للحاجات اللي انا عملتها. طيب عندي حاجتين موضوعين هتكلم معاكي فيهم بالنسبه برضو للشعر الخفيف. موضوع الاكستنشن. في بتقولك بصي بقى انا شعري كده كده متدمر فانا هحط اكستنشن واظبط الدنيا، ايه رايك في الموضوع ده؟ بصفتك صاحبه صالون. لا ام توتالي اجينست اساسا. يعني انا اصلا اي حد بيجي لي يقول لي عايز اعمل اكستنشن بقعد عارفه اجيبها كده في اي اتجاه تاني. ده الاكستنشن اللي هو اللي بيقعد فتره طويله 6 شهور ثابت، ولا ممكن يتشال مثلا لمناسبه مثلا لقعده ويتشال؟ اي حاجه منهم منظر بس.
انا ما عملتش حاجه للشعر. ما هي لا ما هو مش علاج، هو بصي تجميل صوره يعني. أيوة أنا هو بس تجميل صوره، عدلت حاجه في المنظر، وفي نفس الوقت يعني هفترض عملت دبل فيس او عملت اكستنشن، انا المكان اللي بيتعمل فيه ده بينحل. ما هو ده السؤال، تاثيره هينحل. تاثيره بقى على الشعر بقى الطبيعي. انا بخفف شعري زياده. انا يعني عملت حاجه اديت له منظر ما عالجتوش، وفي نفس الوقت بعد فترة هلاقي مكان الإكستنشن، مكان ما حطيته الشعرية نحلت، الحتة دي تبقى فاضية، فاهمة؟ فده برضو يعني هو أوكي لوك في الآخر. ممكن أعمله لو أنا عندي مناسبة شكل شعري مضايقني، بس مش المفروض أن أنا أتعايش مع أن أنا عاملة طول حياتي يعني إكستنشن. أنت كصاحبة صالون رفضها تماما يعني. طيب المحجبات اللي خصوصا المرأة العاملة اللي هي بتنزل الصبح يعني رابطة شعرها، ما بترجعش غير آخر النهار وجري على المطبخ، فبتفضل رابطة شعرها، إيه الروتين البسيط نتيجة لضغط الوقت برضو اللي هي بتبقى فيه اللي تقدر تعمله بحيث أن هي تساعد شويه في شعرها، يعني تساعد تحافظ شويه على شعرها؟ اوكي بليز ما نلمش الشعر وهو مبلول. يعني بصي انا هطلب اقل حاجات، ما نلمش الشعر وهو مبلول، واما نروح البيت نفك الشعر نسيبه يتنفس، مش عايزه حاجه ثانيه والله. طيب برضو نفس الكلام، حمام زيت مثلا، حمام كريم، يا ريت لو هتقدر يبقى ميرسي جدا لو هتعمل مره في الاسبوع حمام زيت. وطبعا عامه غسيل بالشامبو من مره لمرتين ماكسيمم في الاسبوع، من مره لمرتين مش اكتر من كده. لو مضطره اغسل شعري تاني وتالت يبقى ميه وحمام كريم بس. بس شامبو روتس الشعر اهم حاجه، هي اللي تتفرق كويس جدا وباقي الشعر، وبعدين نغسل بالشامبو من مره لمرتين في الاسبوع. لو شعر دهني يغسل مرتين، شعر جاف يغسل مره. اوكي طيب في طلع حاجه مع البنات، وخصوصا انا بقيت الاحظ دلوقتي ان هي موجوده مع البنات الصغيرين في السن، الشعر الكيرلي. بيبقى طبيعه شعرها، هل الكيرلي ده بيبقى طبيعه شعر، ولا هي يعني لو هي بنت شعرها عادي حبت ان هي تغير الستايل بتاعها ويبقى كيرلي، بتنصحي بايه؟ او هل ليه روتين معين طبعا علشان نمارسه؟ ليه روتين، وممكن ياخد سنين وبياخد عشان تتحول الفتله. عشان تتحول فتله الشعر، عشان تتحول فتله، او علشان توصلي للكيرلي المهندم. اوكي اللي هو ما يبقاش شكل الشعر منكوش وغريب، يبقى شكله كيرلي حلو، اللي هو تبصي تقولي ايه ده شكله تحفه. فاهمه؟ فدي ستابس وبتاخد فتره، وكل حد حسب شعره بيحتاج روتين معين. يعني الروتين اللي بيمشي معايا ممكن ما يمشيش معاكي. تعرفوا ازاي؟ بتجرب. ضروري بيأثر على الشعر؟ يعني مثلا لو حد شعره طبيعي عادي، مثلا مش هقول لك مثلا مفروض او كده، شعره طبيعي عادي، لو هي حابه تغير الستايل بتاعها لكيرلي، بيأثر على طبيعه الشعر نفسها؟ في روتينز معينه بيكون فيها برودكتس بتنشف الشعر للاسف يعني، واغلب الكيرلي روتين هيكون فيه برودكت من البرودكتس بتنشف الشعر. اوكي لو حبينا نتكلم عن الاكل يعني يعني انا عارفه ان انت اللي بيجي لك بيبقى مش بيفكر في اكل ولا بيفكر في اي حاجه، بس انت بصفتك شخص دارس، لو حبينا نتكلم عن الاكل، الاكل الطبيعي العادي، مش حاجه يعني، حاجه من مطبخنا العادي اللي بنقدر نقول ان هي بتفيد في الشعر، تفيد الشعر، تفيد، بتركز مخصوص على الشعر يعني. اوكي هو المكسرات مفيده جدا، لو عرفنا ناكل مكسرات قد ما نقدر، الجرينز بقى اي حاجه بقى، جرجير يعني رهيب. اوكي افوكادو حلو جدا ومفيد، اي حاجه خضرا نلاقيها في سكتنا واحنا في المطبخ ناكلها على طول، دي برضو من الحاجات اللي بتفرق جدا. طيب قولي لي يا نغم، بالنسبه للقصات، انا مش مستنياهم بس يعرضوا على الشاشه، قصات الشعر اللي هي الدرجه في 2021، هل الطويل هل القصير، ايه القصات، احدث قصات 2021؟ من ده في اللايرز الطويله او الميد لاندز موضه جدا، اللايرز عامه بتناسب انهي شعر؟ هي كل قصه منهم ممكن تناسب شعر شكل. اوكي حتى الكيرلي ينفع تعمليه اللايرز دي، بتدي له شكل حلو جدا في الاخر، والفاين هير في لايرز معينه بتدي له سن التقل، لان هو بيبقى رفيع جدا. كنت اسالك لو شعر خفيف، شكله خفيف. لو شعر خفيف ففي لايرز معينه ممكن تتعمل بشكل معين تدي له تقل، زي مثلا الشاج لايرز دي، لو رجعنا لورا كده اللي هي شبه حاجه اسمها قصه الاسد، قصه الاسد اللي هي بتبقى على الشعر كده. ايوه دي من اكتر الحاجات اللي بتدي كثافه للشعر،
هي بتنزل على فاضي شويه، بس الوش هنا بيبقى فيه كذا لاير، فبتحسي ان الشعرايه تقيله جدا. فالشاج لايرز رجعه تاني جدا ال 2021، القص عامه البانكس أوكي. اذا كانت سايد سوابت بتنسي باي شكل يا نجم؟ لا. يعني بصي، طب خلينا نتكلم مثلا على الصوره دي اللي معانا. دي الصوره اللي هي على القصه، دي كريتن باجز بانجز اللي هي عامله زي الستاره كده. بانجز عامله زي دي، من اكتر الحاجات الموضه، والكات الواحده برضو البانج موضه جدا. أوكي. وموضه اكتر في الكيرلي. اوكي، يعني دي جديده بقى تماما، ان انا يبقى شعري كيرلي وعامله قصه كده. بس ازاي؟ لان اللي اعرفه ان شعر الكيرلي بيبقى يعني هايش لوحده، وهي بتبقى كيرلي. بتبقى هنا كيرلي كده، بتبقى كيرلي. طيب بتناسب انهي وش يعني القصه؟ طب القصه دي اللايرز اللي انت كنت بتتكلمي عنها. اوكي، لايرز مع كريتن بانكس بس طويله على طويل شويه. اللايرز دي بتبقى ماشيه جدا مع الشعر الطويل ومع الميد لاندز، وبتدي كثافه كمان للشعر. انا شايفاها بتدي كثافه للشعر، بتدي لوك. ولو الشعر، لو انت متعوده مثلا تعملي شعرك سيشوار بيبي ليس مره في الاسبوع، او انت شعرك بطبيعته ليس او ويف خفيف خالص، من اكتر الكاتس اللي هتبقى جميله. طيب القصه الثالثه، هو ده الكات بتاعته فيها برضو لايرز، بس الكالر بتاعه كمان من اكتر الحاجات الموضه ترندي السنه دي. ترندي ده اسمه مشروم، يعني مشروم براون، بيبقى روتس غامقه برضو. ونازل على شيء قلب على جري. طبيعه الشعر ولا انت بتتعمق يعني بتستخدمي كذا درجه؟ بستخدم كذا درجه. أوكي. ولو طبيعه الشعر يبقى هتساعدني يعني. يعني انت بتبداي الصبغه من بعد الروتس. من بعد الروتس بنعمل الاول البليتشنج اللي يديني المشروم، وبعدين ناخد الكالر. القصه دي بيكسي كات. اوكي، دي نازله بقى موضه جدا، وهي على قصير، ان هي يبقى فيها بارت متشال خالص، مفيش خالص، ونازله موضه برضو، وهي على طويل. طيب دي هنا بالنسبه للالوان صح؟ طيب خلينا نتكلم على الالوان. اللون ده يا نغم يناسب مين؟ علشان انا بصي انا يعني بلاقي يعني انا انتوا بتصعبوا عليا، اللي هو انا جايه بصي انا عايزه اللون ده. طب يا ستي، طب بشرتك، طب طبيعه شعرك. فانت تنصحي مثلا اللي عايزه تعمل اللون ده مين؟ مين؟ اولا تكون واحده بتهتم بشعرها وهتستخدم له روتين معين. ما ينفعش اكون ولا بعمل سيشوار وبيبي ليس مثلا وشعري مجعد وانا مش بعمل له ولا في البيت ولا في السنتر، واعمل لون زي ده، لان هو اول ما اغسله هتحول حاجه تانية خالص. بيتاثر بالكلور، اللون اللي هو الفاتح اللي زي ده بيتاثر. ده غير بقى طبعا ان هو من الالوان اللي لازم هتستخدمي له حاجات في البيت. اوكي، لازم له عنايه خاصه، لازم تعمل له رينس كل شويه عشان يرجع اللون تاني. نغم، تو تون كولر. بصي، انا عايزه بس اسالك الاول، هي قصه زي كده دارجه عندنا في مجتمعنا؟ يعني هل بيجي حد يقول لك انا عايزه دي؟ عندي في الكاتيجوري بتاعي اللي هو الناس الطبيعيين ما بيجيليش. لكن بيجي لك حد مثلا يطلب حاجه غريبه مثلا؟ بس ما بتحصلش كتير، بس بيجي لي. بيتهيألي بيبقى معظمهم بنات جامعه، يعني اللي هي بتبقى عايزه تعمل حاجه تين ايجرز كده، عارفه، بتبقى جايه عايزه تعمل حاجه رهيبه مطرقعه تماما، حاجه مختلفه. نغم، انا طبعا يعني، طب نصايح عامه سريعه كده علشان نختم بيها الحلقه بتاعتنا، لان الناس كلها طلبت، قالت احنا عايزين نعرف ايه اهم الحاجات اللي احنا نخلي بالنا منها عشان نحافظ على شعرنا. اوكي، يعني انا هحاول نلخصها كده. اولا ما نصبغش كتير. ثانيا نعتني بالشعر في البيت، ضروري جدا هنغسله بالشامبو لو هو دهني مرتين في الاسبوع، لو مش دهني مره واحده في الاسبوع بالشامبو. حمام كريم، حمام كريم، حمام كريم از ماست. ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص شامبو من غير حمام كريم، ان انا هنشف الشعر جدا. ومش هياخد وقت يعني. والله ما هياخد وقت، 3 دقايق بس اسيبه على الشعر وبعدين اغسله. الاويلز، الغذاء بتاعنا احنا، يعني وعاده لو شعر حالته وحشه جدا بيبقى مفتقد معادن معينه زي الزنك زي البايتين. في الحاله دي ممكن نلجا للطبيب، نعمل تحليل نعرف للجسم ونشوف ايه المشكله. نغم شرفتيني للمره الثانيه، انا سعيده جدا بلقائي، واضح ان الطلب كتير على النقطه دي، فممكن تشرفينا في حلقات ثانيه كتير. اهلا وسهلا بيكي. اعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات القيمه اللي قالتها نغم. هتقابل معاكم تاني بعد الفاصل وفقره الثانيه باذن الله. اشوفكم على خير.
ورجعنا لكم تاني والفقرة التانية من حلقتنا النهاردة في برنامج أيامنا الحلوة. سبع صنايع والبخت مش ضايع. هو شاب أنا عجبني طريقة تفكيره جدا جدا، وكنت متحمسة أن أنا أعمل الحلقة معاه، لأن أنا حسيت أن هو نموذج بيدي أمل لناس كتير جدا في وقت كان العالم كله بيمر فيه بأزمة الكورونا، وناس كتير وقفت لكن هو ما وقفش، وكان بيتحرك من مجال لمجال بمنتهى السلاسة علشان ماشي ورا هدفه. مفيش حاجة بتوقفه، ما عندوش كلمة مستحيل، ما عندوش كلمة أنا مش هقدر، ما عندوش حاجة تقول لا أنا خلاص تعبت كده. شرفني النهاردة في الاستوديو محمود حلمي. ازيك يا محمود؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. محمود أنا وأنا بعد الحلقة عملت معاك مداخلة في التليفون، فحكيت لي قصة أنا على المستوى الشخصي انبهرت بيها، لأن أنت شاب صغير في السن، ولأني أنت بتكافح وتعافر في فترة صعبة، مؤسسات كبيرة تعبت في الفترة دي وكان تأثير الكورونا عليها جامد، وعلى الشباب كلها. وعلى الشباب طبعا، وعلى الشباب. عشان كده أنا حابة النهاردة يكون هدف الحلقة إن إحنا نوصل رسالة لأي شاب في سنك، يا جماعة الموضوع خارج من جوه الإنسان، هو يسعى والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. احكي لي يا محمود من بداية خالص، من أول كليتك، من بعد التخرج، خريج إيه؟ أنا خريج تجارة جامعة القاهرة 2017، فتخرجت طبعا إحنا عندنا جيش وكده، دخلت الجيش. فترة الجيش كانت برضو صعبة بالنسبة لي، يعني كانت تأهل شوية، لأن دخلت جيش في شمال سيناء، كان مداهمات، حرب، عملية شاملة، فحضرت حاجات وشفت يعني مناظر، فدي كانت خدت خطوه من حياتي ان انا اتغير. الجيش طبعا بيغير. طلعت طبعا فتره بعد الجيش ده الواحد بيبقى مشتت، مش عارف هو بيعمل ايه، يعني الفتره كده كل شاب بيخرج بيتخرج من الجيش مش عارف هو يعمل ايه، بيخش بقى يقدم بقى في السي في بتاعه والجامعات والكليات، والموضوع مش سهل جدا، يعني موضوع مقفول جدا بالنسبه للشباب، فكل واحد بيشوف هيعمل ايه. الجيش كان سنه مش كده؟ الجيش كان سنه، يعني نقدر نقول ان انت بدات تحتكي بالسوق سنه 2018 مثلا. 2018 بالظبط، يعني دخلت بعد الجيش على طول احتكيت بالسوق، بدات اعمل ايه بقى. طبعا الشغل، فرص الشغل كانت قليله جدا طبعا، فلا ده لازم، انا مش هقعد في البيت، العاده في البيت بيجيب اكتئاب وحاجات كده، ومفيش شاب طبعا يقعد في البيت، والضغوطات اللي من الاهل والصحاب وانت داخل على بقى خطوبه وجواز، فهي الحياه بعد الجيش والحياه بعد التخرج بتبقى سريعه، الريتم بتاعها سريع طبعا، عايز تلحق، عايز الحق، فلو قعدت في البيت مش هلحق اي حاجه. فبدات بقى افكر ازاي اشتغل، طبعا كان حاجه لازم حاجه انا بعملها وادرسها، حاجه بحبها، دخلت طبعا عشان الفلوس. هي النقطه دي خليني اتكلم معاك فيها شويه. اللي عجبني في طريقه تفكيرك ان انت الكلمه اللي انت قلتها دي، ان انا اشتغل حاجه وادرسها، ادرس زياده عن الدراسه، حتى لو كانت دراسه مختلفه عن الدراسه اللي انا خدتها في الكليه، وفي نفس الوقت ابقى بعمل حاجه انا بحبها. احكي لي بقى على النقطه دي، لان الشباب ممكن يقول ايه، بص انا هشتغل شغلانه وخلاص، اي حاجه تجيب دخل شهري وخلاص. انت اخترت ايه؟ انا بصي حضرتك، انا هي الفكره كلها ايه، الشغلانه اللي بتجيب دخله خلاص عشان مش عارف هخطب واتجوز، لا انا مش ما برتاحش في المكان ده. المكان اللي انا ارتاح او الحاجه اللي انا بحبها اعملها انا هبدع فيها، لكن مكان انا مجبر اللي انا فيه مثلا مش هعرف اعمل اي حاجه فيه. فبالتالي انا بدات الخطوه اللي انا ادرس بقى في الجرافيكس، واخش السوشيال ميديا. انت بتحب الموضوع ده؟ عشان انا بحب الموضوع، اخش السوشيال ميديا، الفوتوغرافر اللي هو المجال ده، اللي انا اعمل كل حاجه بنفسي، اللي انا مثلا ايه هدفي برضو على مدى بعيد ان انا اعمل مثلا شركه كبيره، شركه ديجيتال ماركتنج مثلا. الحاجات بتمر بكذا خطوه وكذا مرحله، عندي مثلا مرحله التصوير، مرحله الجرافيكس، مرحله ان ازاي اسوق، فكل ده انا لو انا مثلا التيم ليدر او انا المانجر بتاع المؤسسه دي هبقى فاهم ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، فاقدر اقيمه. يعني فانا درست الثلاث خطوات. يعني انت رقم واحد حطيت هدف طبعا، وبعد كده درسته، مش اللي هو انا داخل لا. اعمل حاجه وخلاص، ده لا ده هدف وتدريسيه ودراسه وازاي وعلى مدى بعيد كمان، وارباحه وخسائره تبقى زي معادله او ميزانيه او زي دراسه جدوى كبيره كده، فدي لازم في اي مشروع او اي حاجه طبعا. بعد كده برضو ايه دخلت بقى، انا دخلت طبعا عشان الفلوس، تشتغل اي حاجه زي ما قلنا في الاول عشان جانب حاجه تاني، بس الفلوس دي كانت استثمار ايه، كان كلها كورسز وكان لها حاجات، يعني تمويل ذاتي، يعني انت كنت ماسك العصاية من النص، بتشتغل علشان تجيب دخل يقدر يساعدك ان انت تصرف على الهدف الثاني، بعمل حاجة انا بحبها ومع الوقت انا عارف هعمل ايه، يعني هي عايزة وقت وصبر،
لو انا في ناس بتستعجل عايزه فلوس كتير عايزه فده بالزبط. صعب جدا. فانا مع خصوصا ان السوق كتير يعني السوق كتير وعايز المميز المميز هو اللي صح. هيفرق في السوق كله. فانت التميز مش بالسهل، لا ده في دراسه وفي خبره وفي وقت ومصابره، اهم حاجه الصبر في كل حاجه نعملها. طبعا الموضوع كان مكلف بالنسبه لك عشان محدش يقول لنا لا ده هو الامكانيات ساعدته انه هو يبقى كذا؟ كان مكلف مجهود اكتر من فلوس، يعني في فتره النوم بيبقى قليل فكان مجهود عشان تلحق تعملي حاجه. مش حكايه فلوس بس، هي الفلوس مهمه طبعا، بس المجهود البدني والذاتي والفكر اصلا وانت نايمه بتفكري انت هتعملي ايه بكره، طب انا هدفي ايه بكره، فده كان مجهود رهيب. مجهود حاجه انت بتحبها على فكره. ما عشان انا هتعب عشانها فهانت شويه فاكيد. فاما توصلي بقى للي انت عاوزاه والناس تشاور عليكي خلاص بقى تعرف اللي انت تعبتي وخدت الهدف اللي انت عاوزه. بس اللي زيك يا محمود ما بيشبعش، يعني بيبقى وصل لنقطه عايز يطلع للسلم الاعلى. انا طماع. مش بعتبرها طمع قد ما بعتبرها طموح. معايا فكره، انا لو وقفت اصل الواحد لو وقف طموح على حاجه خلاص يبقى مش عايش. فالحلم برضو نحلم بحاجه اكبر عشان نقدر نسعى عليها ونحققها ان شاء الله. طيب اشتغلت ايه بقى يعني عشان تبدا تاخد الخطوات بتاعتك؟ انا اول شغل ليا اشتغلت في بنك، ما ينفعش اقول اسمه طبعا، اشتغلت في بنك. بعد كده قعدت فتره سبته، بس كل فتره اشتغلت فيها يعني اتعلمت منها حاجه. انا كنت في مجال السيلز فانا كنتش عارف اتكلم اتعامل مع بني ادمين خالص، فبدات اتعلم بقى انا اتكلم مكالمات اهندل ازاي معاه فئات متوسطه فئات عاليه فئات فقيره فئات غنيه، فكل ده ازاي التعامل مع الناس ده دي حاجه فادتني جدا. يعني انت كنت حاطط هدف اني انا هوصل لهدفي، بس المجال ده اللي انا الشغلانه اللي بشتغلها دي هستفيد منها. طبعا برافو عليك. اكيد اقعد كده اضيع وقتي؟ لا انا هستفيد ان انا اعرف اتكلم مع الناس اعرف ده هيشتري ولا لا. وفادتك مجال طبعا في مجال السيلز طبقت الحاجات دي لما فتحت بقى مطعم. طب يعني حتى بعلم الناس اللي هناك ازاي يكلم الكاستمر، يتكلم العميل ازاي، اللي هو الراحه والارتياح. لو حد مثلا بيجي لي فيدباك بقول لي انا مش بكلم مطعم انا بكلم مطار، طبعا اللي هي ازاي طريقه الرد والحاجات دي فبتفيد. كل ده انا اتعلمتها من الناس من التعامل، فببدا اطبق ده على الناس اللي معايا. يعني انت كنت بتشتغل في البنك وفي نفس الوقت بتدرس المجال اللي انت اللي هو مجال الماركتنج او مثلا دراسه الجرافيكس. بعد كده بعد خطوه البنك عملت ايه؟ خلاص بقى كان عندي بقى فكره ان انا اجمع بقى فلوس وانفذ اول مشروع اللي هو فلوس المشروع المطعم. انا احب الاكل جدا اروح الف في مطاعم كنت بعمل. كان امتى الوقت ده تقريبا؟ كان 2019 2018 اخر 2019 2019. فانا كنت احب الاكل جدا. ما خفتش من المغامره ان انت مثلا تفتح مطعم مثلا؟ انا فتحت في وقت صعب جدا. ما هو ده سؤالي. يعني اصعب، بس ما كانش قدامي اختيار غير كده اللي طيب. هو الناس خلاص مستنيه. عملت انا جيت شهر اللي هو المطعم ده فعلا حرفيا انا ما كنتش بنام وما كنتش بقدر اروح البيت اصلا. طيب اللي هو عايز اخلص. بص محمود انت اعتقد ان في مكالمات كتير هتيجي النهارده عشان انت مثال يحتذى بيه، واتمنى يا رب ان شاء الله ان احنا نقدر نوصل للناس النموذج الناجح. معانا اول مكالمه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. الو، اهلا، مساء النور. استاذنك تعلي صوتك بس شويه. ايوه يا فندم، مساء الخير. مساء النور. اهلا يا فندم، ممكن اشارك في البرنامج يا فندم؟ اهلا وسهلا، بس الصوت مش واضح. طيب تمام كده. ايوه كده تمام. اتفضل، مين معايا؟ مع حضرتك محمد احمد يا فندم. اهلا يا محمد، اتفضل. عايز اقول استاذ محمود انت شرفتنا، وانت بجد حاجه كويسه جدا وحاجه قيمه جدا لمدينه العياط ونموذج يعتد بيه. انت تعرف يا محمد؟ البرنامج. نعم يا فندم. تعرف محمود؟ عياطي بعرفني انا. نعم يا فندم. لا انا يا فندم ما اعرفوش على المستوى الشخصي. اوكي. انا طبعا انا لا شاركت، يعني انا كنت جيت عنده في المحل وخدت منه كذا اوردر وتعاملت معاه شخصيه ناجحه. طب ده يعني ده انت احسن دعايه يا محمد. ربنا يخليك يا استاذ محمد. الو. ايوه اتفضل معاك، انا سامعاك. ايوه يا فندم. لا يا فندم انا بقول لحضرتك يعني بشيك بشخص فعلا ناجح وفعلا شيء مشرف يعني بالنسبه لينا كلنا يا فندم. اشكرك جدا يا استاذ محمد على مداخلتك، ونكمل حديثنا مع محمود. اتفضل. محمود يعني انا متهيألي ان مكالمه زي كده تجيلك من عميل اتعامل معاك وشاف مثلا، احنا هنتكلم دلوقتي هننتقل على الموضوع بتاع المطعم، بتعمل ايه فيك مكالمه زي كده؟ لا بتفرحني جدا طبعا. انا خلاص انا اديت رسالتي على اكتر وجه ممكن انا عايزه منه، فلا ده بيفيدباك بتاعه ده بينفعني اكتر. يعني اي حد حتى في المطعم بطلع اوردر او اي حاجه
فانا ما بعملش الاكل مثلا او انا بشرف على حاجه او معايا مثلا شيفات او حاجه زي كده، فوارد اللي هم يخطئوا. فانا متابع مع العميل الاكل ايه نظامه، يعني حتى الدليفري اللي بيوصله عامل ايه معاكوا المعامله، فاللي هو المتابعه بس خدمه العملاء بتبقى متابعه يعني على طول ده. طيب لازم قبل ما ندخل في موضوع المطعم، انا عايزه اعرف الموضوع جه عندك ازاي. يعني احنا انت بتتكلم خريج تجاره، اوكي اشتغلت في سيلز في بنك، وبعدين درست جرافيكس، وبعدين فجاه طلعت على المطعم. الموضوع جالك ازاي؟ انت كنت قلت لي دلوقتي ان انت بتحب، كنت بحب الاكل جدا، بحب انا الأكل. كنت بروح اصلا، انا جبت اشتغلت برضو بعد الجرافيكس جبت كاميرا، أوكي. واشتغلت في فوتوغرافر والكلام ده في مجال التصوير. فطلعت بقى عشان مجال التصوير كهاوي، كهاوي بس درسته، أوكي. انا قلت لك انا هاوي حاجه حابب اعملها بس درسته في مكان عليك. مخصص. فبدات ايه، حتى انا كان معايا واحد صاحبي يعني ننزل المطعم مثلا سي ونعمل فيلوجز، نطلب اكل على حسابنا، نعمل له اعلانات دعايه مش عارف ايه. فالاداره هناك لاحظت انتوا بتعملوا ايه، طب تعالى هنعمل لكم اعلانات حاجات زي كده. بدانا نفهم في الاكل يعني، خلاص بقى ناخد فكره من هنا على هنا. درست السوق الاول؟ اه طبعا، عشان اشوف المطعم او المكان او كل حته عايزه ايه بالظبط. حتى المنطقه اللي انا فيها اللي هي العياط دي، درست السوق عايز حاجه مختلفه جديده طبعاً. كان الاكل السوري ده مش هو ده سؤالي بقى، اشمعنى الاكل السوري؟ ما عشان مش موجود هناك. انا هجيب اي حاجه، الناس بطبيعتها بتحب الجديد والمختلف، مظبوط. فانا لازم انزل بحاجه جديده ومختلفه وحاجه حلوه. فنزلت بالسوري هناك، جبت شيف سوري، ويعني كل حاجه في تخصصه، عمل اكل وظبطنا، وعملنا افتتاح. حتى في الافتتاح بتاعي انا جبت فرقه سوريه، اوكي، حاجه كانت مختلفه وكان افتتاح الله اكبر، يعني الناس شكرت فيه. ودخلت برضو ثقافة جديدة عندنا يعني مش موجودة، الأشرينج. أشرينج جديدة، أنا اتعاملت مع ناس أشرينج وكده، فما جبت بنات تعمل أشرينج، فكانت حاجة جديدة برضو بالنسبة للمدينة اللي أنا فيها. أنت جايب بنات، سمعت شوية، في ناس انتقدتها طبعا، بس حاجة جديدة يعني، فتح مجال الشغل مثلا ممكن يكون بالظبط. هي دايما الناس هي فعلا الناس قالت لي أنا عايزة فعلا، تعالى هات لي البنات دي، هات لي أنا يعني في ناس فهمت رحبت بالفكره، في ناس لا انت ما تجيبهمش ومش عارف ايه. بس طبعا دي جرأة منك، وخصوصا يعني مجتمع صغير. انا عايز اطور في المجتمع الصغير، برافو عليك، مش حكايه جرأة، انا عايز اطور. فانا مش شايف انا ليه انتوا مش زي القاهره، في استجابه، لقيت في استجابه، ليه ما نطورش، ليه نقول لا احنا بعيد، احنا ارياف، او احنا حاجه زي كده، لا احنا نطور نبقى احسن منهم كمان. فانا بحب اشارك او ادخل حاجه جديده او ثقافه جديده في المكان اللي ادالك تميز، وتميز تبقى فعلا بتبقى خطوه حلوه لينا، وكنت سمعت عندنا برضه. طيب ما خفتش يا محمود وانت داخل على موضوع ان انت تفتح مطعم مثلا؟ اول حاجه التمويل طبعا، ان انت مثلا يا ترى المشروع ده هيكسب ولا هيخسر؟ بص يا حركه، عملنا دراسه معناها انا وجماعه من اصحابي خافوا، يعني كان الريسك كبير جدا. لما قعدنا حسبنا الميزانيه وده داخل ازاي وخارج ازاي وخساره والوقت هل يساعدنا ولا، والمكان ولسه القوه الشرائيه بتاعتنا احنا ما نعرفهاش. في ناس ممكن، في اول حاجه بتبقى الريتش بتاعنا هيبقى عالي عشان اي حاجه جديده الناس بتشتريها. فالريتش لما ينزل هل هيغطي تكاليفه، هل في حاجه اسمها الكوست والبرايس كوست، الحاجات التكاليف الثابته دي هل دي هتثبت معانا؟ هنا بقى رجعت لدراستك طبعا، يعني كل يعني حاجه، كل حاجه مرتبطه، انت ربطت كل حاجه ببعض. اكيد طبعا كل حاجه هناخدها، حتى في الماركتنج انا بعمل تسويق لنفسي، سبونسر مثلا اعلان ممول على تارجت فئه معينه هيوصلوا لهم المكان بتاعي، فبيجي يتصلوا بيا تمام في خدمه توصيل، فيه عملهم طبعا خدمه توصيل. كان في مثلا ايه، في مشاكل يعني اما نزلت في الاماكن اللي انا فيها الاكل كان بيروح الناس بارد، فلا فحليت المشكله دي، الاكل كان بيروح متاخر، حليت المشكله دي. البارد ده كنا جبنا بوكس بيحفظ الاكل، بيحفظ الحراره، وطبقات وكده، فحليت يعني ما عملتش مشروعك وقعدت جنبه، لا ده انت لا. برضو درست السوق وشفت ردود افعال الناس، دلوقتي انا بقف فيه اكيد، عشان مش لازم اي مشروع او عشان يبدا صح لازم صاحب المشروع يكون ايده فيه. النقطه دي برضو يعني انا عجبتني لما اتكلمت معاك قبل الهوا فيها، ان انت قلت لي وشايف وشفت لك فيديو على الصفحه بتاعتك ان انت واقف بتعمل الاكل بنفسك، بتعلم وكده. صاحب المشروع لما يبقى فاهم في المشروع بتاعه بيفرق في ايه؟ لا بيفرق في حاجات كتير، يعني محدش يعرف يعني يضحك عليه خالص. لما انت تبقى فاهمه قوي وايدك في المكان هتبدأي انت تحركي المكان بايدك، ما تقفيش على حد. لكن لو واحد مش فاهم في المشروع، ملوش خبره او ملوش دراسه او ملوش اول مره يجرب مثلا، الناس يعني هتضحك عليه، مش هيبقى فاهم اي حاجه، وممكن المشروع يعني ما يكملش معاه. طيب انت بتقول ان انت جبت شيف سوري، طيب
ردود افعال الناس برضو، عشان يعني العياط مثلا وفي الصعيد شويه يعني برضو الناس بتبقى يعني برضو الناس بتبقى متخوفه من الحاجه الغريبه. ردود افعال الناس لنوعيه الاكل الجديده اللي انت قدمتها، هي معروف الاكل السوري معروف طبعا بحلاوته يعني، بس بالنسبه لمجتمع جديد انت بتقدمه فيه، ردود افعال الناس كانت ايه؟ لا فرحوا جدا يعني، انبسطوا بالفكره واكل جديد مختلف وكل عايز اجرب، حتى الفيدباك بتاعتهم فرحتني. طب مش التوميه بتاعتكم بتعملوها ازاي، الحاجات الحلوه؟ طبعا في شيفات اسرارهم ما يقولهاش. طبعا. فبدانا احنا نعمل ايه، احنا بدانا نتعلم وراهم. يعني انا مثلا معايا واحد صاحبي، لا انت تعلم تعمل ازاي التوميه دي، خليك وراه عشان ايه، ما فيش وقت، هما وقت بيبقى فترات كده ممكن يروحوا في اي مكان. طبعا ده هيدمر. ما هو ده سؤالي، اللي هو لازم صاحب المشروع يبقى فاهم في الخدمه اللي هو بيقدمها للناس. لو جاله اي اوفر او اي عرض تاني بره بفلوس طبعًا. كتير انا اكيد انا مش هقول له لا مش ما تمشيش، بس هي الفكره كلها خلاص هو عامل المكان، حس ان المكان بتاعه ممكن يخلع فيها وقت هيدمرك انت. مطعم بالذات سمعه، مطعم لو قفل مثلا يومين ثلاثه اربعه الناس هتسال الناس قفلته ليه، مش عارف يبقى فيه مشكله، انا اخاف اكل منه. وطبعا يا محمود انت فتحت برضو فرصه، برضو يعني موضوع ان انت تشغل بنات، فتحت فرصه للبنات اللي هم موجودين معاك في البلد مثلا، انه بقى في فرصه شغل يعني محترمه ليهم. الشباب اكيد طبعا كان عندك دليفري، كان عندك كان مثلا فمشروعك يعني ما اكتفاش ان هو يبقى خاص بيك انت يعني. فتح بيوت ناس يعني كتير معانا يعني، بس كلنا اسره واحده يعني، بنتعامل كاخوات احنا، سننا يعتبر شباب مفيش حد كبير، فكله بيتعامل كشباب وبنتعامل بعض عادي، نهزر وبعد ما روحت عملت ايه. فاحنا في الشغل بس هو الشغل بيبقى عنيف شويه، لكن بره احنا اصحاب واخوات وكل حاجه. طيب موضوع الكورونا والقفله اللي حصلت في العالم كله، مش هقول علينا بس اثرت عليك؟ هي مأثره شويه مع الناس، القوه الشرائيه بتاع الناس بقت ضعيفه والفلوس برضو بقت ضعيفه، فدي برضو يعني مأثرت شويه، بس اهو يعني ماشيين برضو الحمد لله يعني. طيب اسعار الحاجه، بص يا محمود خلينا نتكلم برضو بصراحه شويه، انا عندي في القاهره الدخل بتاع الناس مختلف عن الدخل بتاع بتاع اهل الصعيد. عملنا دراسه جدوى برايس كوست الاسعار إيه؟ الاسعار بقى انا عامل اسعار يعني المكان اللي انا فيه يعني ديبند اون برايس، يعني بيعتمد على السعر اكتر. انا مش مهم عندي حاجه حلوه، بس انا حاولت اوفر دي. انا لازم يعني ايه مش مهم عندك حاجه يعني حلوه؟ يعني في ناس ممكن ما تبصش على حاجه حلوه، اول حاجه سعر يخطفها. أوكي. فانا لا، انا مش هعمل حاجه سعرها عالي قوي وتبقى مش حلوه، دي مش عندي. فانا عشان اوفق بين حاجه سعرها حلو مناسب مش غالي جدا وجودتها تبقى حلوه، والناس لقت قبول بالنسبه للاسعار دي لا يعني. انا عملت تيست في الاول، ايه رايك في السعر ده؟ انا كنت بعمل لاصحابي، عملت مينيو مثلا، ايه رايك في السعر ده؟ مش عارف، انا في حاجات حاططها اللي هو بتخص يعني مش بكسب فيها حاجه، بس عشان يعني دي تشيل دي كنوع من انواع التسويق، كنوع من انواع الاعلان يعني. مثلا قسم مثلا بيتزا هيشيل قسم ده أوكي. فلكن انا مش عايز منه حاجه، لكن مش انا اجيب حاجات مجمده، انا كل حاجاتي فريش. فهي دي اللي بتفرق معايا. فانا برضو زي ما قلت لك لفيت مطاعم كتير وعارف ده بيعمل ايه وده بيعمل، انا خدت بقى كل الصح من هنا على الصح من هنا عشان ابدا اكون المشروع. عالجت موضوع القصور اللي حصل في فتره الكورونا ازاي؟ بصي يعني كانت فتره صعبه، بس يعني التزامنا انا كنت جايب دكتور، معانا دكتور كان بيشرف على الاكل، كنا بنصوره يعني حتى معانا اي اكل بتشرف عليه جوده، لقب الجوده. فلا كان حاجه قدام الناس، انا كنت ده على المستوى الصحي، على المستوى الاقتصادي. انت قلت في كلامك دلوقتي ان القوى الشرائيه قلت. اثر عليك على الدخل بتاع المطعم بتاعك؟ هو طبيعي هيأثر، طبيعي أثر شويه، بس يعني يعني بنعديها. دي يعني يوم بيشيل يوم، شالت بعض بالظبط. ومتهيألي اشتغلت دليفري اكتر يعني. هل انت المطعم بتاعك في مكان ولا معتمد على دليفري كله؟ يعني قدامي كده مكان برضو، انا كده ناوي اكبر يعني اوسع ان شاء الله. بس كان هو الدليفري اكتر يعني، هو شغال تيك اوي اكتر في المكان عندنا، الناس بتطلب بالليل، بنات كتير فما بيخرجوش، فاتصل بالتليفون يلا يلا الاكل على طول. صح. طيب الخطوه الجايه في حياتك يا محمود؟ الخطوه الجايه في حياتي انا اسس شركه ان شاء الله، انا قلت لك ان شاء الله شركه تسويق كبيره. تسويق عدي بعد المراحل اللي انا خدتها في حياتي دي. طيب ومشروع المطعم معايا طبعا هكبره، ما هي المطعم معايا، ولازم برضو اسس بقى في الحلم الكبير بقى. لا يعني انت هدفك الاول ان انت هتفتح شركه تسويق متكامله، وهتشيل المطعم، هتبقى سبونسر للمطعم، وهتشيل كل حاجه دي، هتشيل دي ومعايا كله، يبقى مشاريع بقى، مجموعه شركات دي مثلا. فكره لا تضع البيض كله في سله واحده بالظبط كده. يعني انا ايه الفكره، انا عملت مطعم وعملت مشروع، انا وقفته خلاص على رجلي وضمنت اللي هو معايا، فخلاص انا اوسع في حاجه تانية انا بحبها وحاجه انا عارفها والاثنين معايا. ايه اكتر
اكتر حاجه واجهتك في طريقك؟ يعني هو يعني ربنا يديك الصحه طول العمر في الطريق اللي انت مشيته على بال ما توصل ان انت قاعد القعده دي قدامي وبتتكلم عن مشروعك وانت كلك فخر ومبسوط جدا. ايه اكتر الصعوبات اللي مرت بيك؟ علشان برضو ما نقولش للناس ان الدنيا ورديه، ما هي الدنيا صعبه. يعني محمود اللي قاعد قدامي ده ما هوش لقى الدنيا كلها بقى سلسه والابواب متفتحه. ايه الصعوبات اللي مريت بيها؟ الصعوبات كتير جدا، يعني حوار المطعم ده وقبل المطعم كمان الناس، الكلام الناس، الضغط، الوقت، الاهل. طبعا فكره ان انت توصلي حاجه او انت تعمليها للاهل، هم السن مش زي بعض، فانت هتوصليها ازاي؟ هم لا انت اشتغل شغلانه ثابته يا ابني واخطب واتجوز والكلام اللي هو والريسك مالناش دعوه بيه، ما نخافش بيه. فلا مش كده، لا حتى لما كنت في البنك انا سبته عشان انا مش حابب القعده او مش حاسه مكاني. خدت اللي انت عايزه من الفتره دي؟ انا عايزه في الفتره دي، انها كانت فتره قليله جدا بس خدته برضه اتعلمت بيها حاجه عشان طبعا اوصل لحاجه تاني. طبعا بدات اعمل حاجات تانيه. انا لما قلت لي حركه انا اشتغلت في التصوير، تصوير. نزلت في مكان صورت عشان فلوس. انا مش هقول لك حاجه عشان ابدا. ما انت بتتعب راس مالك يعني. انت قدامي شخص بيقول عليه شخص عصامي يعني. يعني ان شاء الله لو لينا نصيب نتقابل مع بعض بعد 10 سنين باذن الله هتكون محمود حلمي صاحب شركات كذا 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 ان شاء الله بمشيئه الله. فبدات ايه اخد اللي هي الخطوه، انا اعمل زي ما قلت لحضرتك ان انا اعمل فلوس وابدا انفذ بجانب التنفيذ. الحاجات دي كانت بتاخد وقت ومجهود حرفيا، مفيش نوم. خلاص بقى لو نمت ساعتين ثلاثه يبقى حلو قوي، وابدا ادرس واشوف بالليل والصبح معاك. وبجانب كده قعدت مثلا المطعم ده عشان ادرسه خد مني بتاع 7 شهور. طيب انت لو عايز تنصح الناس، لو عايز تنصح الشباب اللي في سنك اللي هم بيقولوا الوقت ده وقت صعب ومش لاقيين شغل ومفيش فرص شغل، عايز تنصح نصيحه عمليه من واقع واحد اتفحت في السوق، انصحه يعني بص هو يعني يعدي يعني يمشي مع الموكب، يعني يعدي العصر، يعني يتحرك ما يقفش. في ناس بتيجي يدور 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 ما يقفش محل اكسر، ما يدورش اي حاجه، فرصه مش هتجيله، يقول لك دي الشغلانه دي مش بتاعتي. لا انت خد هدفك، بس يحط عنده هدف او تارجت في الحياه كده عنده بالزبط. لو تارجت شهري، تارجت سنوي، اي حاجه بيعملها لازم، بس يدور ما يقفش. يتنقل من خطوه لخطوه. بالظبط، يتنقل من خطوه لخطوه. لكن في ناس بتقف، لا انا مش هعمل، انا عايز الشغل يجي. ما فيش فيش احنا كثيرنا والدنيا كورونا وشركات قفلت وناس مشيت. محمود انا هقابلك تاني ان شاء الله بمشيئه الله. أكيد إن شاء الله. هتكون صاحب شركات محمود حلمي باذن الله، وصاحب سلسله مطاعم مشهوره. وفكره حلوه ان انت عملتها في الصعيد، يا ريت الموضوع ده يمتد بقى لبعد الجيزه، بني سويف والمنيا. انا سعيده جدا ان انا اتعرفت عليك وان انت استقبلتك هنا في البرنامج بتاعي. انت قدوه لاي شاب شايف ان الدنيا صعبه ومتقفله، فاكيد نموذج قدامكم شاب بدا من الصفر، لا هو مثلا معاه راس مال ولا هو مثلا دارس بره، ده شاب خريج، شاب مصري قال انا مش هقف مكاني زي ما محمود قال. اشكرك يا محمود وان شاء الله اشوفك تاني على خير. اعزائي المشاهدين سعدت بلقائكم النهارده في فقرتين يا رب يكونوا فادوكم باذن الله. اقابلكم ان شاء الله باذن الله مره تانية وحلقه جديده من برنامج ايامنا الحلوه.